أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر أغسطس، وجاء المنتخب الوطني في المركز رقم 40 عالميا، واحتفظ فيه منتخب الفراعنة بهذا المركز للمرة الثانية على التوالي، بينما ظل في الترتيب السادس إفريقيا. عقد محمد وهبة المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين مواليد عام 2006 جلسة مع اللاعبين اليوم في مقر فندق الإقامة للحديث عن مباراة الأمس أمام السعودية في الجولة الأولى في بطولة كأس العرب والمقامة حاليا في الجزائر، والتي انتهت بفوز منتخب الفراعنة بثلاثية نظيفة. وتلا اجتماع المدير الفني مع اللاعبين جلسة مع أعضاء الجهاز الفني والإداري لمناقشة ترتيبات المباراة القادمة أمام لبنان يوم السبت القادم، وحالة اللاعبين ونقاط القوة والضعف في المنتخب اللبناني. يحل الزمالك غدا ضيفا على النصر البورسعيدي في الجولة 33 من الدوري الممتاز، ولحساب الجولة ذاتها يلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا، بينما يواجه الاتحاد السكندري فريق المقاولون العرب، ويحل سموحة ضيفا على نصر المقاصة، في حين يستضيف الجونة فريق فيوتشر. أقيمت قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، وجاءت القرعة على النحو التالي. توج الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لهذا العام، كما حصد المدير الفني لريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي جائزة أفضل مدرب بعد أن قاد الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة 14 ليمدد رقمه القياسي. أعلن الصربي نوفاك ديكوفيتش أنه لن يتمكن من المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وأكد ديكوفيتش أنه لن يتمكن من المشاركة في آخر البطولات الأربع الكبرى والتي تنطلق في 29 من شهر أغسطس الحالي، لأنه غير قادر على دخول الأراضي الأمريكية بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا. انتهت جولتنا الرياضية مشاهدي الكرام، لكن التاسعة ما زالت مستمرة مع الزميلتي إيمان منصور ونهى توفيق. شكرا جزيلا لك مصطفى.